اليوم جاب الله وليت عضو حسنة، لان ممكن جدت فيا الثقه ديال الغرفه، والغرفه ولات جهويا ما بقاتش محليا، وجينا في هذه اللحظه اليوم كانت التركيبه ديال المكتب، نستناو باش ان شاء الله يكون التركيبه اللي هي في المستوى تكون في صالح الكساب والفلاح، وبغينا باش هاد الامور تزيد لقدام، وبغينا باش يتغير شويه السير ديال النمط، لان كانت تغيرات مناخيه وكان الجفاف راه مهيكل وكان واحد العدد ديال الامور، بغينا باش الامور تسير مع العصر الواقع اللي راه كاين، اللي راه ماشي به اليوم الوقيته، وشويه ديال الناس راهم الفلاح والكسابه دقدقوا شويه، لان واخا راهم ينتجوا ويتكرفصوا بعض المرات يتعرض لهم السوق، يتعرض لهم دائما الطلب يجي اكثر من العرض، ونتمنوا ان شاء الله العرض يجي اكثر من الطلب، ودائما راه توقع لهم هذا الارتباك بحال هكذا، بغينا باش تحل لهم مشكلهم ان شاء الله، ونتمنوا الناس اللي ولاو يسيروا الغرفه يسيروها احسن تسيير، ويسيروها يسيروها على المستوى المطلوب في هذا العصر هذا. حنا نتمنوا ان شاء الله الثقه هي من اللي بديو يسيروا تبان، إذا كانوا سيروا مزيان راه غادي تبان هذيك الثقه تزيد تعزز وتكبر اكثر، إذا كانت سير غير كما مثلا كما اليوم كما غدا، اذا هنا راه صافي، واللي بنادم يفشل واللي عطى الله عطاه، وشكرا.